سئل الملياردير وارن بافيت عن سر نجاحه فقال: أكرس 80% من يومي في القراءة، فأردت أن أفعل مثله وأقبلت على القراءة حتى أصبحت مدمنا عليها. صاحبت الكتب فصارت صديقي وجليسي، وزادت من معرفتي وعلت ثقافتي وطورت فكري. قرأت كتب الأدب والفلسفة والتاريخ، وسافرت عبر الزمن، شهدت بدايته وحروبه، وقرأت أقوال الحكماء، وتعلمت علم العلماء. استنشقت أزهار أمستردام، وأحسست بصقيع موسكو، وسبحت في الفضاء، كل ذلك وأنا جالس في مكاني على كرسي، حتى أحسست أني أملك العالم وليس فقط ثروة بورن. فشكرا لك يا صديقي الكتاب.